طبعا برحب بيك زميلي العزيز احمد سبير، كل التحاليل وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا فاروق. كنت بتكلم على ماتش طالع يوم الخميس، وانه يمكن تكون التجربه الاقوى، يمكن تكون التجربه الاهم، العين كمان على سكواد الاهلي اللي هيكتمل ان شاء الله بكره في حدود معلوماتنا. ويا ريت تاكد لنا الكلام ده، انه مفترض ان كل اللعيبه الدوليه اللي كانت مع منتخباتها سواء منتخب مصر او تونس او مالي هترجع بكره وتنضم لسكواد النادي الاهلي. نعرف منك اخبار الاستعدادات قبل ما ندخل في تفاصيل تمرينه النهارده. يعني بالفعل زميلي احمد، مباراه مهمه جدا، هي مباراه طلائع الجيش والمواجهه الاقوى للنادي الاهلي والبروفه الاخيره قبل السفر الى تونس لملاقاه الاتحاد المنستيري طبعا. والمباراه اللي هيكتمل هيكون اول مباراه هيكتمل فيها قوام الرئيسي لفريق النادي الاهلي. خليني اكد لك ان يعني زي ما صرح لنا الكابتن سيد عبد الحفيظ، غدا بمشيئه الله يكون انضمام اللعيبه الدوليين لفريق النادي الاهلي. الامر بيشمل طبعا اللعيبه اللي بتنضم الموجوده مع المنتخب المصري، وايضا اليو ديانج وعلي معلول. ولذلك من المقرر غدا ان شاء الله صباحا هيكون هناك تدريب للفريق النادي الاهلي او اللعيبه الموجودين حاليا في المعسكر، بينما اللعيبه الدوليين طبعا لاعبي المنتخب المصري وعلي معلول واليو ديانج هيكون تدريبهم في تمام الساعه 3 عصرا، وهيكون التمرين على اللعيبه الدوليين. طبعا التحضير لمباراه طلائع الجيش النهارده، مستر مارسيل كولر عقد محاضره فنيه مع اللاعبين، ثم جانب خططي او جانب بدني في الجيم، ثم بدا الشق الخططي والتدريبات اللاعبين والتركيز على بعض الامور التكتيكيه اللي بيطالبها مستر مارسيل كولر. وخليني اكد لك، خلاص انت بدات مرحله الاعداد والاستعداد لمباراة الاتحاد المنستيري، طريقة اللعب والأمور الخاصة. يعني طبعا هيكتمل القوام اللاعبين، وفي مباراة طلائع الجيش تبدا ان انت تجرب من خلالها طبعا بعض الأمور اللي انت هتطالب اللعيبة بتنفذها في مباراة الاتحاد المنستيري. باكد طبعا على كلامك زميلي احمد، مشاركه اللاعبين الدوليين في مباراه طلائع الجيش هتخضع للرؤيه الفنيه وطبعا الحاله البدنيه للاعبين، وتخضع للرؤيه الفنيه لمستر مارسيل كولر، اللي خليني اقول لك ان تفاصيل كتير جدا بيركز فيها مع اللاعبين الحاليين، بيركز على كافه الامور. طبعا ياسين المكاري مخطط او محلل الاداء في النادي الاهلي قدر ان هو يعني يحضر مجموعه من المباريات الخاصه بفريق الاتحاد المنستيري، ولقاءين الذهاب والعوده امام الجيش الرواندي، والوقوف على كل كبيره وصغيره في الفريق. باكد لك ان الفريق خلاص يعني حاله الجاهزيه اللي عليها اللاعبين، التحضير الفني والتحضير الخططي والتحضير يعني ايضا الامور الخاصه بالسفر الى تونس. يعني زي ما صرح لنا ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ، المقترح الاقرب ان شاء الله يكون السفر الى تونس يوم 6 اكتوبر بمشيئه الله. زي ما انت عارف ان المباراه تقرر انها هتكون يوم 9 اكتوبر بمشيئه الله، ان شاء الله تكون بالظبط هتكون يعني البدايه بمشيئه الله للنادي الاهلي. السفر ان شاء الله هيكون يوم 6 اكتوبر، المباراه يوم 9. طبعا هتأدي تدريبين هناك في تونس، ان شاء الله تكون بدايه موفقه طبعا زميلي احمد لانطلاق المشوار الافريقي للنادي الاهلي. طبعا كنت ايضا بتتكلم على حاله اللعيبه اللي انضمت خلاص للمصابين او اللعيبه اللي التحقت بتدريبات النادي الاهلي في الفتره الاخيره. عايز بس وعايزك تكلمني كمان يا فاروق على شريف وقفشه النهارده بيشارك على بيرسي تاو. بالظبط، خلينا يعني ناخد الشقين سواء بيرسي تاو وعمار حمدي، لان كان لينا حديث مع الدكتور احمد ابو عبله بالنسبه لبيرسي تاو. خلاص النهارده دخل مرحله مهمه جدا، المرحله الاخيره، وياخد اجزاء من يعني من البرنامج التاهيلي للموضوعه والجري حوالين الملعب باطوال او يعني باطوال معينه من الدكتور احمد ابو عبله. يعني تقدر تقول عقب مباراه ان شاء الله طالع الجيش على مطلع الاسبوع المقبل ان شاء الله، بيرسي تاو يكون جاهز مع فريق النادي الاهلي وينضم للتدريبات الجماعيه. ايضا عمار حمدي، الدكتور احمد ابو عبله تواصل طبعا مع الطبيب اللي اجرى الجراحه لعمار حمدي، خلاص ايضا خلاص في المرحله الاخيره زي ما اتكلمنا، خلاص 3 اسابيع باذن الله يكون عمار حمدي موجود في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. مرحله مهمه جدا طبعا عمار الحمدي انجزها طبعا. خليني اكد على الدور المهم جدا للنادي الاهلي في الاهتمام بمرحله التاهيل للاعبين، وجود اكرم من قبل العد ما شاء الله، يعني نتمنى له كل التوفيق. اكرم توفيق السيناريو ايضا اللي اتكرر مع اللاعب عمار حمدي، كل الامور دي يعني بيتابعها الجهاز الطبي. ايضا دور مجلس اداره النادي الاهلي في استقطاب واستخدام بعض الاجهزه طبعا اللي موجوده في الجهاز الطبي للنادي الاهلي. عايز اكد لك على محمد شريف النهارده ومشاركته في التدريبات الجماعيه،
شايفه يعني بيظهر بصوره اكثر من يعني من رائعه. الجديه اللي عليها والقوه اللي موجوده من محمد شريف ايضا من محمد مجدي قفشه اعتقد بنسبه كبيره يكونوا موجودين طبعا في المباراه الوديه امام فريق طلائع الجيش. اعتقد مستر مارسيل كولر يديهم جزء كبير من هذه المباراه. طبعا حاله الجاهزيه بقى ايضا اللي احنا شفناها او لمسنا عليها حسام حسن في المباراة الودية زميلي أحمد، يعني كنا موجودين في المباراة الودية بتشوف حسام حسن بيظهر بصورة أكثر من رائعة إلى جانب شادي حسين إلى كافة اللاعبين. بطمنك أيضا على أكرم توفيق اللي يعني شفناه خلال المباراة الودية أو التدريبات. أكرم توفيق بيظهر بشكل أكثر من رائع، الحماس الجدية اللي موجودة عند أكرم توفيق. ايضا عمرو السوليه بطمنك ايضا على ياسر ابراهيم رامي ربيعه الى جانب طبعا اللعيبه الناشئين احمد عبد القادر طاهر محمد طاهر كهربا حسين الشحات. يعني انا بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي زميل احمد على مجموعه اللاعبين في يعني المباراه الوديه اللي لمسناها او شفناها خلال الفتره الاخيره وايضا التدريبات الجماعيه. مستر مارسيل كولر وحالته التعامل النفسي مع لاعبي النادي الاهلي والتحضير النفسي ده مهم جدا جدا. مستر مارسيل كولر مركز عليه مع لاعيبه النادي الاهلي. يعني كل التوفيق، بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح من داخل النادي الاهلي. دي اخبار التمرين وزي ما انتم شفتوا ويمكن زي ما ظاهر معانا في على الشاشه قفشه شارك النهارده، شريف شارك، برونو سافيو موجود في الملعب، الشحات، اكرم. يعني الحقيقه الموسم ده محتاج ان كله هيجز على اسنانه شويه يعني.